ياكم لراديو أصوات ومرحبا بكم مستمعتنا ومستمعينا في حصة جديدة من برنامجكم لكل أسرة. معكم لمياء الموساوي، واليوم ضيفنا دكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب. اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نعتنيوا بالشعر ديالنا في هذه الفترة هذه اللي بزاف ديال السيدات كيقول لك عندي تساقط ديال الشعر. وصفات طبيعية للاعتناء بالشعر غادي نتعرفوا عليها رفقة دكتور عماد ميزاب. مرحبا بكم وبأسئلتكم 0522 77 24 24 أو صفحتنا على الفيسبوك لكل أسرة. من بعد الفاصل تحية لك سيف دين بلغيتي في الإخراج. إيمان مع بعضنا نستقبل جميع دكتور عماد ميزاب. وصفات طبيعية للمساعدة على حماية الشعر من التساقط، على نخليو الشعر ديالنا يكون دائما في صحة جيدة. دكتور عماد ميزاب دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب، السلام عليكم دكتور عماد. وعليكم السلام أختي لمياء، تحية في أمان الله. تحية الطاقة الإيجابية لكل جميع الإخوان والأخوات اللي كينورونا في هذا النهار، وكنتمنى دائما يكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. طيب دكتور عباد، ملي كنتكلموا على الشعر والتساقط ديال الشعر كاين بزاف ديال العوامل، منها العوامل الوراثية، منها أيضا العوامل يعني الصحية ديال الجسم ديال كل إنسان، كاين أيضا الفروة ديال الرأس اللي عامل مهم جدا، وهذه الفترة هذه من السنة بالضبط حتى هي كيكثر فيها تساقط الشعر، لأنه حنا إنسان وكنتماشاو وجسمنا كيتغير بتغير الطبيعة والفصول أيضا. أكيد أكيد أختي لمياء، وخاصة خصنا نعرفوا الإنسان حتى هو حلقة مهمة في التوازن الطبيعي. والإنسان حتى هو بحاله بحال النباتات، ودائما حنا كنصوروا الفروة ديال الرأس هي التربة والشعر هي الشجرة. فأكيد أن التربة والشجرة حتى هي كيوقع عليها التغيرات اللي كتوقع، التغيرات المناخية كتوقع كذلك أو اللي كتجي في الفصول كتعطينا تأثير على الدس ديالنا بما فيها الشعر وبما فيها فروة الرأس. وخاصة كنعرفوا كاملين هذه الفترة اللي العالم كله عاشها والعالم كله داز منها فترة ديال واحد تحولات ديال نفسية، تحولات في النظام الغذائي، تحولات كذلك في نمط يومي ديال العيش. أكيد أكيد خاصة في هذه الفترة، فهادشي كامل كانوا عوامل كبيرة. وكما كنا هضرنا الحصة اللي فاتت اختي لمياء، أن بزاف ديال الناس وبزاف ديال الأسئلة كيجيوك على الصفحة، وبزاف ديال الأسئلة كيجيوني على الصفحة، وبزاف ديال الناس كتسائل من هذا المشكل ديال الشعر، لأن فعلا هذا المشكل ديال الشعر أصبح من المشاكل اللي كتبان بزاف في هذه الفترة هذه. شنو هو السبب؟ السبب أولا هو التوتر العصبي. إذا التوتر العصبي بغض النظر على الأسباب العادية اللي كنعرفوها دائما واللي كنا كنهضروا عليها، فالأسباب الجديدة هو التوتر العصبي. يعني الإنسان ولا عنده واحد الضغط نفسي كبير اللي كيخلي أن المسام ديال فروة الرأس كتسد وما كيبقاش كيتجدد الشعر، او اذا كان هنالك مسام مفتوحه فهذيك التربه ولا داك المكان اللي كيكون فيه يعني باش كتغطى الشعر كيكون ضعيف جدا وضئيل بالمواد المغذيه. علاش؟ لان المناعه ديالنا كتهبط، الهرمونات كيوقع فيهم خلل، فحتى الخلل الهرموني كيعطي هذا المشكل. وخاصه هذه الامور هذه كنلاحظوها عند السيدات بزاف. مساله اخرى هو الا مشينا الجانب الآخر، هو الجانب استعمال بعض المواد العشوائية الكيميائية. خاصة كنعرفوا الإنسان بعض الناس اللي خرجوا من الفترة ديال الحجر الصحي أكيد أنها كانت بغى تغير في الشكل ديالها، وتغير خاصة في الشكل ديال الشعر ديالها. اللي بغى يدير الترطيبة، اللي بغى يدير واحد النوع ديال الصباغة، وكاين من بعض يعني الناس اللي ما كيتوالمش معهم هذه الأمور هذه. الرجوع لاستعمال المواد الكيميائية خاصة بالنسبة للدراري، لأن كانوا في واحد الفترة معينة اللي كانوا ما كيهتموش بزاف بالشعر، ولكن من بعد ولو كيستعملوا ترطيبات ولو كيستعملوا جيلات، فهادشي كامل كان عوامل مؤثرة. زائد العامل الآخر اللي هو العامل ديال اضطراب النوم، لأن النوم مهم جدا في إفراز الهرمونات اللي كتعطينا توازن على المستوى ديال فروة الرأس ديالنا. العامل الآخر هو عامل التغذية، لأن حتى التغذية ولات غير متوازنة، أن الإنسان ما بقاش كيغدي، غادي نرجعوا ليها، كيغدي ديك التربة اللي كيكبر فيها الشعر، أو ديك التربة اللي هي فروة الرأس اللي كتكبر فيها الشجرة اللي هي الشعر. طيب إذا سمحتي دكتور عماد، غنذكر المستمعات ديالنا ومستمعينا أن باب التواصل مفتوح، رقمنا 0522 77 24 24، أو صفحة البرنامج عبر الفيسبوك لكل أسرة. غادي ناخذ سؤال ديال كوثر من الدار البيضاء. السلام عليكم كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام لله.
اختي نقول لخويا عماد السلام كي داير لاباس عليه؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مي كنسمع صوتكم راني بخير الحمد لله. نعم اختي العزيزه الله يبارك فيك اخويا. انا خويا باش عاد حساسه اييه وبغيت لها شي تقصير وشي قلت لها شي هذاك ديال توحيد اللون شي وصل لتوحيد اللون. اييه اييه يعني البشره ديالك فيها حساسه واخا عمرك درتي لها شي كريم شي حاجه استعملتي شي ماده اللي اثرتك عليها؟ لا غير بات لي حساسه وكنت نتبع مع الطبيبه ديال الجلد. اييه ودابا عندي واحد ديال الواق ديال الشمس كنديرو بالنهار وعندي واحد البوماده كنديرها بالليل. واخا غادي تاخدي جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. وجوج معالق كبار ديال زيت البابونج وثلاثه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتيك نخلطوهم في حمام مريم تيتخلطوا مزيان وكنديروهم يبردوا. الكريمه اللي كنحصلوا عليها كنوليو كندهنوا بها البشره ديالنا كل ليله وكنداوموا عليها. فهذا ماسك مرمم مغذي ومضاد الحساسيه. طيب غادي ناخذوا سناء من خريبكه. مرحبا بك سناء على اصوات. السلام عليكم. مرحبا لاله تفضلي. بغيت نسول الدكتور عماد انا كنعاني من مشكل ديال التونيا. في الشعر؟ ملي كان في العمر ديالي تقريبا 12 عام. ما استعملت حتى شي حاجه كتاثر لي على شعري. واخا وهي من 12 عام وهي عندك التونيا شفتي الطبيب مشيتي عند الطبيب ديال الجلد؟ لا ما مشيتش. ايوا اختي ودابا 12 عام وهي عندك هذا المشكل هذا يعني من 12 عام ولا في كم سنين ديالك 12 سنه وعندك هذا المشكل. فاول حاجه بعدا تمشي تشوفي الطبيب لان باش اننا نحددوا انها واش تونيا ولا ماشي تونيا ماشي حنا اللي كنحددوها. فالطبيب هو اللي كيبين شنو كاين وهو اللي كيعطينا شنو السبب ديال هذا الشعر هذا اللي ما بقاش كيطيح في واحد المنطقه لان كاين امور اخرى اللي كيمكن لها تعطينا هذا المشكل هذا. المساعده ليك ولجميع الاخوان والاخوات اللي عندهم هذا المشكل يعني هذه كمساعده فقط. جوج معالق كبار ديال زيت الحبه السوداء معلقه كبيره ديال زيت القطران الطبيعي وغادي ناخذوا ثلاثه ديال المعالق كبار من زيت الزعتر. غتخلطوا هذه المكونات كاملين غدهنوا بهم الجلده ديال شعركم وشعركم تخليهم ساعه ومن بعد كتغسلوهم. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر. طيب غادي نواصلوا معك دكتور عماد ميزابو مع مستمعينا ومستمعاتنا من بعد هذا الفاصل. وكنذكركم باش تواصلوا معنا 05 22 77 24 24. سيف الدين كيقول يا عندنا عليا ما نخليوش في الانتظار عاد نمشيو مع فاصل من اسفي عليا. مرحبا بك. الله يبارك فيك. دار اختي رانيا بخير الحمد لله. الله يبارك فيك تفضلي عليا. الدكتور ديالنا يتمزج عليكم. الحمد لله بخير. ملي كنسمع صوتكم وكنسمع الطفل كيهضر وكنسمعكم بخير هذاك هو الفضل كله. الحمد لله. الله يبارك فيك. نعم لاله. عافاك عندي لك واحد السؤال. ثم كنشط الشعر ديالي الجلد ديال طراسي كتعطيني الالم بزاف ما عرفتش منين. اييه واخا عمرك درتي لشعرك شي حاجه شي ترطيبه شي حاجه كيميائيه شي صباغه؟ لا ما كندير والو كندير كالحنه بعض الخطرات. شحال كديري بنان تقاسمي معنا شحال كديري الحنه يعني الحنه كيفاش كديريها شحال كديري منها مع ايش كتخلطيها شحال كتخليها في راسك؟ وحدت واحد النهار بنت بيا. وشحال درتي الحنه؟ شي نص زلافه هكاك. نص زلافه غير ديال الحنه ما مخلطه بوالو. وي شي القشور ديال الرمان تبقى حتى مخلطهم بها. لا اله الا الله. واختي عرفتي شنو هي زلافه؟ زلافه راه عرفتي راه اش نقول لك؟ هذيك زلافه تقريبا الا بغينا ندهنوها غادي ندهنوها يعني اش نقول لك؟ غنستعملوها واحد 5 سنين ولا 6 سنين بغينا نديروها للشعر ديالنا. لان الزلافه اصلا غادي خصنا منها غير واحد جوج معالق صغار ولا معلقه صغيره ونص وهذيك المعلقه صغيره ونص غنديروها غير مره في السيمانه. فهمتي؟ اذا هذه بعدا اول حاجه هذا هو المشكل لان هذه ديري الحنه فيها واحد الماده كتسمى اللوسين. هاد اللوسين هادي شنو كدير؟ هاد اللوسين كتنشف لينا الجلده ديال الشعر وكتحيد لينا الماء منها الا كثرناها ولا فتنا المده ديال الاستعمال ديالها. ودائما انا كنصحكم الحنه نستعملوها اوراق. الا استعملنا الحنه اوراق كنستافدوا منها اكثر. بغينا نديروها مثلا شعرنا نستافدوا من المزايا الطبيه التقليديه ديالها او المزايا العلاجيه ديالها او المزايا في المساعده ديال تقويه الشعر فغادي تاخذوا معلقه كبيره ديال الوراق بالحنه
وكديرهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون كتحطوه فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولى، كتخليوه ليله وكتصفيو داك الزيت، داك الزيت هو اللي كتوليو كدهنوا به جلده شعركم وشعركم وكتخليوه ساعه وكتغسلوه. وهذه العمليه غديروها مره في الاسبوع وداوموا عليها دائما، فهي غتعطي فائده اكثر من هذا المشكل. بالنسبه ليك دابا شنو وقع لك؟ وقع لك شكل حساسيه على المستوى ديال الفروه الراس ديالك، اذا ولات حساسه ولا فيها يعني ولات اي حاجه كتقيسها كضرها. دابا راه غير الماء بارد يضرك شويه، الماء الا كان سخون غير اكثر من القياس يضرك. اذا كنتي غتمشطي شعرك حتى هو غادي يعطيك هذا المشكل هذا. علاش؟ لان الجذوره دابا ولا فيهم الحساسيه ولا حساسين. اذا وصفه ليك ولجميع الاخوات والاخوان اللي عندهم هذا المشكل ديال فروه الراس حساسه، فغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت لافوكا، جوج معالق كبار ديال زيت البابونج، ومعلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس. غنخلطوا هذه المكونات كاملين وغادي ناخذوا شويه من هذا الخليط هذا ندهنوا به يدينا وندهنوه كسيروم على جلده الشعر والشعر ديالنا ونباتوا به كل نهار. غير هو كيخص الزيوت تكون طبيعيه 100% باش تكون سريعه الامتصاص، وان شاء الله هذا المشكل هذا ما غاديش يبقى ان شاء الله. هذا وصل معك دكتور عماد مع مستمعينا ومستمعاتنا دائما على راديو اصوات لكل اسره. من بعد الفاصل خليكم معنا. مرحبا بكم مره اخرى. غادي نوصلوا دائما رفقه الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدله ومختص في التداوي بالاعشاب، وكنتكلموا في الجزء الاول على مشاكل الشعر وتساقط الشعر في الفتره، وشنو ما الوصفات وشنو المواد الطبيعيه اللي ممكن نديروها للشعر ديالنا تكون النتيجه ديالها امنه وما يكونش عندها اضرار لصحتنا. طيب من المشاكل دكتور عماد اللي تصيب خصوصا الاطفال هو القمل، والبارح كنظن اتصل بيا واحد السيد وانا قلت له غادي نوصل الامانه، وسمعك انك عطيتي وصفه في برنامج حديث ومغزل مع سناء الزعيم تخص القمل واللي فيها النعناع، هو ما قيدهاش مزيان وقال لك واش ممكن تعاود تعطيها ليه. هو دابا راه اكيد في الاستماع وغادي نفيدوا بها بزاف ديال الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال القمل في الشعر خصوصا عند الاطفال الصغار. نعم اكيد اكيد اختي لمي، غير هي الوصفه كانت وصفه اخرى يعني النعناع كانت وصفه لمشكل اخر في الشعر، ولكن كاين وصفه اللي عطيتها في هو دابا اللي قيد يمكن النعناع، هو خلي انا ما عقلتش مزيان. نعم نعم، فان شاء الله غادي نعطي الوصفه اللي هي ديال القمل. غير هي مساله بغيت يعني نهضر عليها وناكد عليها، ان القمل راه هو بحاله بحال الريح ديال الانسان، بحال مثلا اللي كيجي الرواح ولا كتجي واحد الفتره مثلا ديال اللي كتكون في يعني الموسميه. فالقمل كذلك هو كيجي مع الريح. فعلاش كيمشي للاطفال؟ لان كنعرفوا الوليدات الصغار والبنيتات كيكونوا كيتحركوا بزاف وكيكون واحد التعرق على المستوى ديال الشعر ديالهم، فهنا هذاك القمل كيلقى مجال للتكاثر، فهو ما عنده علاقه بالنظافه، ما عنده علاقه بان الانسان ما كيغسلش. فغير باش نحيدوا هذا المنظور هذا من الدماغ ديال العديد من الاخوات والاخوان اللي يعني كيفكروا في هذه المساله. بالنسبه للقمل غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال زيت الخزامه، جوج معالق كبار ديال زيت الزعتر، وجوج معالق كبار ديال زيت فليو. اذا جوج معالق كبار ديال زيت خزامه، جوج معالق كبار ديال زيت الزعتر، وجوج معالق كبار ديال زيت فليو. غنخلطوا هاد المكونات كاملين، غندهنوا بهم جلده شعرنا وشعرنا مزيان، نخليوه ساعه في الشعر، ومن بعد كناخذوا ديك المشطه ديال القرن الرقيقه اللي عندها العوينات رقاق، او اي مشطه اللي كيكون عندها عوينات رقاق، وكنوليو كنشطوا بشويه بشويه يعني حتى كن بحال كنقيو هذاك الشعر من هذاك البيض ومن هذاك القمل، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. هذه العمليه هذه هنا غادي نطلعوا الوتيره ديال 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 الغسل ديالها، غادي نديروا ثلاثه د المرات في الاسبوع، يعني نهاريه نهار لا، وكنداوموا عليها حتى كنحسوا ان القمل ما كيبقاش يعني في الراس وما كيبقاش باين. اكيد مع تدابير السلامه ان البلاصه اللي كيكونوا كينعسوا فيها الوليدات اللي مصابين يعني اللي عندهم هذا القمل في الشعر ديالهم، داك نهويو ديك البلاصه نشمشوها مزيان، اذا كان امكن اننا نحيدوا دوك لي زور ودوك المخدات نديروا واحد البرمه كبيره ديال الماء نديروها الطبخ فوق العافيه باش نعقموا كما كنقولوا بالطريقه الصيدليه القديمه. اذا كنديروا واحد البرمه فوق العافيه اللي كتغلى مزيان وكنديروا فيها كنخشيو فيها دوك الغطاء، كنخشيو فيها دوك المخدات دوك الحويجات اللي كيكونوا داخلين ديال الوليدات،
كاين واحد 10 ديال المرات باش كنعقمو مع ديك السعيله بغينا نغسلوهم. وهذيك باش تبقى مساله يعني كنديروها كتدابير السلامه. طيب عندنا السؤال ديال سندس كتقول لك انا في العمر ديالي 26 سنه يلا ولدت هذه تقريبا 4 شهور كنعاني من تساقط الشعر من بعد الولاده كنرضع ولكن ما كنعاني حتى من شي نقص سواء لا في الفيتامين دي او لا في معدن الحديد فبغيت وصول عند دكتور عماد اللي امن وما يكونش عندها تاثير خصوصا اني كنرضع. شكرا الاخت انا الاخت سندس عفوا وكنقولوا لها ان الله الحمد لله على سلامتها. وهذه المساله ان الفيتامين دي او يعني كما قالت ما عندهاش مشكل ديال فقر الدم غير هو نسات واحد المساله مهمه الاخت سندس ولجميع الاخوات هما كيكونوا في هذه الفتره وتنتي ام اختي لميا وكتعرفي الفتره ديال الرضاعه هي فتره هرمونات هرمونات تتغير والجسم تيتغير في ديك الفتره كلها هاد الحباله والرضاعه واذا هذيك الفتره يعني هذاك الرضاعه خاصه كيكون واحد التغير هرموني شديد جدا يعني في هذيك الفتره وهادشي اللي كيعطي التساقط. واخا الاخت ديالنا نعاونوها بوصفه وصفه بسيطه نقترح الوصفه ديالي اللي يعني اللي شهيره وصفه كسل يعني مستعمله بزاف اللي غناخذوا فيها جوج فلفلات متوسطين حلوين وكنحكوهم وكنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون كنحطوهم فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه كنخليهم ليله ومن بعد هذا الخليط كنصفيوه بواحد الزيف اللي كيكون نقي كنصفيوه مزيان حتى كتولي كتخرج غير الزيت ما كيبقاش كيخرج الزيت مخلط بالماء اذا نصفيوه ونعاودو نصفيوه من بعد هاد الزيت هذه كندهنوا بها الجلده ديال شعرنا وشعرنا كنخليوها مده ديال ساعه وكنغسلوها العمليه غادي نديروها جوج مرات في الاسبوع وغنداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر. ثلاثه اشهر هي الفتره اللي كل شعره كتوصل النمو ديالها يعني الاخر فتره يعني كتوصل النمو الاقصى ديالها فهاد الشيء علاش دائما كنقولوا ثلاثه اشهر في الوصفات اللي كتكون عندها علاقه بالشعر. عندنا ايضا سؤال ديال اكرام كتقول لك دكتور عماد انا شعري كيطيح دائما في هذه الفتره من السنه ومؤخرا سمعت بانه الماء ديال البصله او الماء ديال الزعتر كيعالج الفروه ديال الراس وكيساعد على تقويه ديال الشعر وبغيت الراي ديال دكتور عماد قبل ما نستعمله. فكنشكرها بزاف وكنشكر الاخت ديالنا انها كتستشار وانا دائما كننصح الاخوات والاخوان الاستشاره في اي حاجه قبل ما نديروها وخاصه مع المختصين. فالماء ديال البصله اختي فيه الكبريت فيه مواد كبريتيه ودائما كننهى عليه ودائما هضرنا عليه ودائما كنقول لكم راه الماء ديال البصله كينشف الشعر وكيقرد الشعر يعني الزغبه كتقرد علاش لان الماء ديال البصله فيه الكبريت وهذاك الكبريت ملي كيدخل لينا الجلده ديال الشعر ديالنا وكيمشي مع الجذوره فهو كينقص لينا من الكميه ديال البروتينات المقويه ديال الشعر وهنا كيكون عنده تاثير كبير. بغينا نستعملوا البصله يمكننا او بغينا مثلا عندنا بغينا ناخذوا الماء ديال البصله نستافدوا منه فيمكننا ناخذوا معلقه كبيره ديال الماء ديال البصله ونخلطوها بواحد ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون وديك الساعه ندهنوه في جلده شعرنا وشعرنا ونخليوه ساعه ونغسلوه غنستافدوا منه احسن. الماء ديال الزعتر الماء ديال الزعتر اذا كان الشعر ناشف وكان الشعر ما مغديش مزيان يعني ما عندوش واحد الكميه كافيه ديال الماء فهنا واحد ليدغاتاسيون توتال كما كنقولوا فهنايا الا درنا الماء ديال الزعتر غادي يزيد ينشف لينا الشعر ديالنا ويعطر لنا عليه. اما بالنسبه للشعر الدوني فهو هائل مزيان يمكننا نستعملوه كسيروم وبالنسبه كذلك الشعر اللي كتكون يعني داك الترطيب ديالو كافي ومزيان فماشي مشكل اننا نستعملوه. طيب شكرا لك دكتور عماد خليك معنا غنوصلوا من بعد الفاصل ومعكم دائما على راديو اصوات ومباشره مرحبا بكم للتواصل 0522 77 24 24 او من خلال صفحه ديالنا على الفيسبوك لكل اسره. دكتور عماد عندنا السؤال ديال عبد الصمد من مدينه بني ملال اللي كيقول لك انا كنعاني من مشكل الصدفيه وكندير العلاج وثبت لي في تساقط الشعر خصوصا من الجوانب فبغيت من عندك دكتور عماد بالاضافه الادويه ديال الطبيب وصفه للمساعده والادويه انا كناخذها على فترات. نعم وكنا هضرنا على المشكل ديال الصدفيه في يعني مرات متعدده فهنا غادي نديروا واحد الوصفه اللي غادي تكون في شكل كريمه لان هنا الصدفيه كنعرفوا انها كيخصها واحد الترطيب يكون كثير
وترطيب اللي كيبقى طول النهار. علاش؟ لان الصدفيه هي التراكم ديال الخلايا ولا ديال داك يعني الخلايا اللي كتولي كتكاثر بواحد السرعه وكتعطينا شكل واحد القشره، فكنا شبهناها بالقشره ديال يعني ديال الرجل ديال الفقرون. فهنا غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال زيت البابونج، جوج معالق كبار ديال زيت الورد، وغنديروا 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال العطرشه لي ليسونسييل دو جيرانيوم. وغادي نزيدوا عليهم 4 د المعالق كبار ديال زبده الكاريتي او زبده الشيا، وغادي نخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريمتي تخلطوا مزيان. من بعد كنخليهم يبردوا، وهاد الكريمه اللي كنحصلوا عليها كنوليو كندهنوا بها البلايص اللي عندنا فيهم الصدفيه في فروه الراس ديالنا في الجناب، وهاد الكريم يمكننا ندهنوها حتى في يعني حتى تحت الشعر ديالنا مثلا الرقبه او وراء الودنين مثلا، لان حتى هاد المناطق هذه كتكون فيها اذا كانت هاد النوع ديال الصدفيه اللي عندها علاقه بالراس. طيب غادي ناخذوا مريم معنا من مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم مريم. عليكم. مرحبا لالا، تفضلي. الله يبارك فيك. جو دغي بوزي، بغيت نطرح واحد السؤال على الدكتور. انا عندي مشكل ديال تساقط الشعر. المشكل اللي عندي هو انا عندي مشكل في الغده الدرقيه، كناخذ الدواء داكوغ، ملي كندير لي زاناليز دونك الى ايكيليبغي مزيانه ما عندها حتى مشكل. ملي كطيح الزغبه كطيح بالراس ديال هذاك الراس الابيض، بحال ما عرفتش شنو نسميه، راسها بحال الجدر ديالها ابيض والشعر كله كيتقرد ديما لي كومبليمون اليمونتيغ شاك فوا، مي سي بيريوديك داكشي، كيبقى غير تاخد دواء الكومبليمون اليمونتيغ سي بون هو كيحبس، غير كتحبسو عاود كترجع لا شويت. واخا نسولك اختي مريم، بالنسبه للبروبليم اللي عندك في الغده الدرقيه، يعني المشكل الغده الدرقيه، واش مشكل في الهرمونات زايدين يعني كيتفرزوا اكثر من القياس ديالهم، ولا العكس ان الهرمونات ديال الغده الدرقيه ناقصين؟ ناقصين ناقصين. وشنو شخص لك الطبيب؟ دواء غير هيبوتيغويديت دونك، ياك هو دا هو هيبوتيغويديت ناخذ دونك، هنا كيوليو الهرمونات ناقصين. واخا واش فاش درتي يعني دار لك التلفازه، واش كانوا عندك دوك لي نودول يعني دوك الوليتيسات؟ لا ما فيهاش لي نودول. ايوا الحمد لله الحمد لله. فبعد اول حاجه خصك بعدا الدواء اللي كتعرفي انه خصو واحد الوقت باقي كتاخذيه، ياك ليفوتيغوكسين؟ بيان سيغ. فوالا دونك الصباح كل نهار في الوقت ديالها، الوقت ديالو نو ميم دوزاج، كنتبع عند الطبيب شاك 3 شهور دونك لو دوزاج ديالها ديال 13. كاين انتي نعم كاين واحد المشكل كيكون مثلا ملي كتكون هاد الغده الدرقيه فيها مشكل، وخاصه هاد المشكل اللي عندك لان الهرمونات كيكونوا ناقصين، فهنا كيكون اضطرابات في النوم. يعني واش كتنعسي الساعات ديالك كافيين مزيان؟ سا ديبون على دي بيريود، مره كنعس مقاد، مره كتكون اضطرابات عادي. عادي نعم واخا. اذا هنا غادي ناخذ واحد نديروا واحد الوصفه اللي تكون خفيفه شويه، خاصه غنتماشوا مع الفروه ديال الراس، لان كنعرفوا ان الغده الدرقيه هي ذاك الميزان اللي كيوازن الهرمونات في الدس ديالنا، فلما كيكون فيه واحد الخلل حتى الهرمونات اللي كتكون على مستوى ديال فروه ديال الراس، فانا شنو كيوقع لك ان الشعره كطيح لك بالجدر ديالها، شنو الدليل هنا ان او شنو هو المشكل هنا؟ هو ان الجدر اللي لتحت في الزغبه ما غليتش، يعني ما كيشدش في ذاك المسام، اذا هذا هو المشكل. اذا هنا كاين نقص في الاملاح المعدنيه في لوزانغ، ونقص كذلك في المواد المغذيه اللي كتكون في فروه الراس. دونك غادي نعطيو وصفه بعدا في الاول ديال على برا، اللي غادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال اليزير. نعم. معلقه كبيره ديال العرعار مطحون. وثلاثه الوريقات سيدنا موسى. اها ما عندهمش. غادي ديريهم في كاس صغير ديال الزيت نوار الشمس ديال المطبخ. نعم. أو زيت نوار الشمس إذا كانت عندك، حتى ديال المطبخ راه مزيانة، كاس صغير. غتحطيه فوق العافية حتى تطلع الغلية الأولانية. نعم. ومن بعد هذا الخليط غتخليه ليلة يطلق في بعضياته مزيان، تصفيه. ودهني به الجلدة ديال شعرك، وشعرك تخليه ساعة وتغسليه. هذه العملية غديرها جوج المرات في الأسبوع، وغادي تداومي عليها مدة ديال ثلاثة أشهر. داكوغ ميرسي. وغادي تاخدي معلقة صغيرة ديال البابونج. ومعلقه صغيره ديال مرز الدوش. نعم. هذه غتزيدي عليها كاس صغير ديال الماء مغلي. نعم.
اون انفيزيون كوم اون تيزان وغتصفيها وتولي تشربيها كل ليله، فحتى هي غادي تعاونك في التوازن يعني، حيت حتى الاضطرابات ديال النوم حتى هما كيعطيو مشكل في يعني كيعطيو هذا المشكل هذا في الروض الراس. طيب مرحبا مريم. مرحبا لاله. ناديه من سيدي قاسم، السلام عليكم. الو تفضلي ناديه، مرحبا بك على اصوات نعيمه. نعيمه مرحبا لاله. نعيمه سمحي لينا. السلام عليكم. تفضلي لاله تفضلي، حنا كنسمعوك. بغيت نسول واحد الوصفه عطاها الدكتور عماد فيها زيت الزيتون يعني زياده الوزن، زيت الزيتون ورقه سيدنا موسى عظمه الليمون، ولكن ما عرفتش المقدار ديال زيت الزيتون كيفاش ندير له. نعم، فعظمه الليمون غناخذ معلقه كبيره. وزيت الزيتون، شنو زيت الزيتون؟ زيت الزيتون غادي تاخذي اختي نص كاس صغير ديال زيت الزيتون. طيب. نعم، وغادي تحطيه فوق العافيه يعني فوق حمام مريم مده ديال ثلث ساعه، من بعد تخليه يعني تفعليه وتخليه مده 5 سوايع وتصفيه وتولي تدهن به الاماكن اللي بغات تنقص فيهم. سؤال ديال اخت مويصل كتقول لك دكتور عماد بغيت وصفه لتساقط الشعر بسبب الصباغه رغم ان الصباغه داز عليها سنه، وصفه اخرى ديال تطويل الشعر، عندي خواتاتي شعرهم ما تيطوال لهمش نهائيا. نعم، فهنا غادي نديرو وصفة عائلية يعني نستافد منها هي والأخوات ديالها. نعم، وكمرممة لفروة الرأس، إذا أنا كيعجبني هذه المسألة ترميم فروة الرأس، لأن إلا عطينا الترميم فروة الرأس أوتوماتيكمون يعني مباشرة الشعر غادي ينوض مزيان وغادي يعطينا داك لو فوليوم ديالو اللي بغينا. فأنا غادي ناخذوا معلقة كبيرة ديال ورق سيدنا موسى مطحونين، وغادي ناخذ نجمه ديال الباديان وخمسه الوريقات ديال اللويزه. غادي نزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون، نحطوه فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، نخليوه ليله باش كاع هاد المكونات تطلق مزيان في داك الزيت، من بعد كنصفيو هاد الخليط. وكتولي كدهن به جلد الشعره وشعرها ولا الاخوات ديالها ولا الاخوات اللي كيسمعونا ولا الاخوان اللي باغيين يديروا تكتيف الشعر. كندهنوا به جلد شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. طيب، عندنا سؤال ديال ام الياس دكتور عماد، كتقول لك عندها صديقه ديالها كتعاني من اكياس دهنيه في فروه الراس لان شعرها دهني بزاف وخفيف، كتحيدهم عند الطبيب ديال الجلد وكيعاودوا ينوضوا لها في بلايص اخرين في الشعر، بغات تعرف واش كاينه شي وصفه للمساعده. نجاوبوا عليها من بعد هذا الفاصل، خليكم على اصوات. غادي نرجعوا نواصلوا دائما على راديو اصوات ونستقبلوا الاسئله ديالكم. طيب دكتور عماد، قبل من الفاصل توقفنا عند الاخت اللي عندها مشكل ديال اكياس دهنيه في الفروه ديال الراس، زولتهم عند طبيب ديال الجلد ولكن كيعاودوا ينضوا ليها بحكم ان الشعر ديالها دهني بزاف وخفيف بزاف، شنو النصيحه ديالك لها دكتور عماد؟ كتسول واش كاينه شي وصفه معالجه؟ دائما كنقولوا المساعده على العلاج هي احسن. هذه كتعجبني هذه الكلمه هذه، لان كنعرفوا في بعض الحالات اللي كتكون مزمنه او بعض الحالات اللي كتكون عضويه، فهنا اكيد المرافقه الطبيه ضروريه جدا. المساعده على العلاج او المساعده باش نقصوا من هاد الاكياس الدهنيه اللي كتكون تحت يعني تحت الجلد، فهي مثلا الاخت ديالنا بانت لها في فروه الراس ويمكن تبان في اماكن اخرى. فهنا غادي ناخذ 10 نقيطات ديال الروح ديال الزيت ديال الروح ديال البرتقال، يعني الويل اسونسيل دورونج ولا دو فلور دورونج، اذا ولا الفلور دورونجي، دونك 10 ديال النقيطات، وكنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو. نخلطوا هاد المكونات كاملين، وكتولي كدير مساج لفروه الراس ديالها بهاد الزيت، يعني شويه منه، وكنديروا مساج دائري بهاد الزيت كل ليله وكنداوموا عليه، فهو كيعاون باش كيدير التفريقه ديال الدهون هذه تحت الجلد وكيعاون في النقص منها. عندنا سؤال ديال حسنه اللي كتقول لك انا دابا حامله وشعري كيطيح ليا بزاف وكيطيح حتى من قبل الحماله، درت التحاليل كل شيء عندي مزيان، وكنت سمعت الدكتور عماد عطى واحد الوصفه فيها الازير والزعتر، بغيت نعرف واش ماشي مشكل تستعملوا المراه الحامله. ولكن وقالت لك الا كاينه شي وصفه اخرى تكون سهله للاستعمال. فاحسن
الوصفه ما غنلقاوش ما احسن من الوصفه اللي عطيت في يعني في الاول ديال الحلقه اللي هي ديال الفلفله، فهي غتكون وصفه اللي غتفيد ان شاء الله، وصفه امنه اللي ما عندهاش شي ضرر لا لجميع الحوامل خاصه. طيب واحد السيده صيفطات لي ميساج تاع هي في الصفحه ديال البرنامج وقالت لي عفاك دكتور عماد قلت تتكلم على زيت الارز نعطيوها الاطفال ديالنا. السؤال ديالك تقول لك اين نوع من زيت الارز؟ واش فيه بزاف الانواع دكتور عماد؟ زيت الارز ديال تكون كتكال كيكون مسموح به الاكل او الروح ديال زيت الارز. اذا الا كانت عندنا زيت الارز المسموح به الاكل ف كناخذوا معلقه صغيره، هذه بالنسبه للاطفال من 5 سنين حتى 13 عام. اذا معلقه صغيره ديال زيت الارز اللي كنعطيو لهم نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء كيداوموا عليها من 13 عام حتى 21 عام. فهنا كنديروا معلقه صغيره نص ساعه بعد الفطور، نص ساعه بعد الغداء، ونص ساعه بعد العشاء. كما قلنا لك كتكال، ولكن اذا كان زيت يعني سو فورم ديال ويل يعني زيت. اما اذا كان عندنا الروح اللي كتكون نقاطي فهنا حيت في الغالب كنلقاو كذلك الروح ديال الارز، فهنا الروح ديال الارز كنديروا غير 10 ديال النقيطات كنخلطوها مع معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وهكا كتولي عندنا زيت الارز واللي غناخذوها بالطريقه اللي ذكرنا قبل. طيب دكتور عماد، وصفه للشعر الناشف بزاف الاخوات كيسولوك. اكيد فاول حاجه بعدا الماء، اذا على الاقل جوج لتر ديال الماء باش كيمكن هذاك الشعر ياخذ داك الترطيب ديالو الكامل. المساعده باش يعني باش الشعر يبقى دائما كنحسوا به انه محافظ على الماء ديالو. فانا ما غنلقاوش ما احسن جوج معالق كبار ديال زيت لافوكا، جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس، وربعة معالق كبار ديال زبدة الكاريتي. غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلطوا مزيان ونحصلوا على خليط متجانس، نخليوه يبرد، وهذا الخليط هذا كنوليو او هذا الكريم اللي كنحصلوا عليه كنوليو كندهنوا به ككريم كل ليلة، فمنه كيرمم وكيغدي ومنه كيحافظ لينا على الماء في الفروه ديال الراس وفي الشعر ديالنا. ام نصر الدين كتقول لك دكتور عماد واحد الوصفه كنستعملها لشعري فيها نص كاس ديال القطران مع نص كاس ديال الزيت البلديه، كنخليهم ساعه وكنغسلهم، واش مزيانه للشعر؟ فهنا افراط في القطران، لان القطران نص كاس بزاف وغادي يضرها في الراس ديالها، بعدا غيدخل مع المسام ويبدا يعطيها الدوخه. وهنا بغات تستعمل القطران تستعمل بعدا زيت القطران على هي اللي احسن، اذا زيت القطران، وغناخذوا معلقه كبيره وكنخلطوها مع ربعه ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، هكا غيكون مقياس ومقدار مزيان وما غاديش يعطينا ضرر. فاطمه الزهراء كتسول دكتور عماد قالت لك واحد السيروم واش مزيان للشعر، كدير فيه عود ديال القرفه والنعناع يغلي وكترشو على الشعر وكتبات به. مزيان ماشي مشكل، غير هو تزيد فيه واحد نص معلقه صغيره ديال اليزير ورق يابسين غادي يكون احسن وماشي مشكل. السؤال ديال مريم اللي كتقول لك دكتور عماد المشكل ديال الحكاف ديال الراس مع القشره، وهذا سؤال اللي تكرر بزاف، كاين اللي عنده القشره غليظه وكاين اللي عنده القشره الرقيقه، ودائما انت كنتي كتاكد ضروري من زور الطبيب باش يحدد لينا هذه القشره واش طبيعتها فطريات والصدفيه اولا غير قشره عاديه ربما اللي ما عندهاش مشكل. بالفعل اكيد، والمساعده غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال الازهار ديال البابونج، يعني البابونج وريضات، وجوج معالق كبار ديال الحريقه الحرشه يابسه. هذا الخليط كامل كنطبخوه في نص لتر ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان وكيعقد، كنصفيوه في واحد القرعه اللي كتكون فيها رشاشه، كنديروه في الثلاجه باش كنبقاو محافظين عليه. وهذا السيروم هو هذا الخليط اللي كنحصلوا عليه كنوليو كنرشوا به الشعر ديالنا كل ليله حتى كينشف وكنداوموا عليه، فمره كنغسلوه مره ما كنغسلوش وكنداوموا على هذا الخليط حتى كنحسوا ان ديك القشره ما بقاتش ويعني وفروه الراس رجعت للحاله الطبيعيه ديالها. وصفه للشعر الدهني دكتور عماد والتساقط ديالو. فوصفه للشعر الدهني غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الخزامه، وغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال اليزير، وغادي نزيدوا عليهم قشره ديال البرتقاله يعني قشره ديال الليمونه. معلقه كبيره ديال الخزامه، معلقه كبيره ديال اليزير، وقشره ديال الليمونه. كنزيدوا عليهم نص سطرو ديال الماء وكنديروهم يطبخوا، وهذا الخليط كنديروه يطبخ فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه. من بعد كنخليوه يطلق 5 ديال الساعات وكنصفيوه. وهذا الخليط هذا كنوليو كندهنوا به الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوه ساعه ومن بعد كنغسلوه
هاد العملية كنديرو جوج المرات في الأسبوع وكنداومو عليها مدة ديال 3 أشهر، وهذاك الخليط كنحتفظو به في الثلاجة، إلا بقى عندنا أكثر من 10 أيام فكنخويوه وكنديرو خليط آخر. طيب دكتور عماد، للتواصل معك فالصفحة الرسمية ديالي على الفيسبوك جرين فار، أو القناة ديالي على اليوتيوب دكتور عماد ميزاب، أو الرقم المهني 06 61 28 99 78. تحية لك ونتلاقاو معك إن شاء الله الأسبوع المقبل دائما على راديو أصوات.